إلى رحمة الله انتقل الممثل والفنان التشكيلي عثمان بشيخ عن عمر نهز 72 عاماً. الفقيد ترك في رصيدها العديد من الأعمال الفنية على غرار دوره البارز في فيلم كحلة أبيضة ومسلسل الحريق بجزئيه، وكذا فيلم باب الواد سيتي والخطوة الأولى. جثمان الفقيد عثمان بشيخ يوارى أثر غدا بعد الظهر بمقبرة القطار بالعاصمة. واش جمال الله كزور انا ايه هاد لاتاي تاعك درتي خفيف درت على جالك خفيف هكذاك شتك تشرب من ايه ديك هنا الحوشه اللي باش يجيبوا لي ان لله وانا اليه راجعون. تمكنت الفرقه